لا تلمني فالهوى قد تال يا عذولي لا تلمني فالهوى قد تال إنني مغرم صبابا أرتاج الوصال إنني مغرم صبابا أرتاج جفاكم فارحموني يا أهل ليلاي في جفاكم فارحموني يا أهل ليلاي إن طرفي في جفاكم لا زال هطل إن طرفي من جفاكم لا زال يا جماعة العافية عليكم وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج ضيوف الجمعة. من الممكن أن يكون المجتمع هو من يصنع المثقفين والفلاسفة والفنانين والعلماء، لكن يبقى من المؤكد هو صناعة الإنسان لنفسه، فهو يخوض معركة خاصة به، فهو ينظر إلى الواقع من خارج الصورة النمطية التي يراها الأفراد، فيصبح من الأسماء التي تترك أثر داخل مجتمعه، إما يكون أثر سلبي وإما يكون أثر إيجابي. ومن هذه الأسماء التي تركت بصمة في المجتمع بصورة إيجابية المصور الفوتوغرافي والفنان التشكيلي أنور الدرويش، والفنانين الموهوبين الصاعدين اللذين سيتركان أثر إن شاء الله في مجتمعهم أحمد رياض عبد الله وعلي نور الدين. اهلا وسهلا بكم، نورتني، سعيده بتواجدي معاكم. استاذ انور سعيده بتواجدي معك، قام انت في التصوير. الله يسلمك. استاذ احمد وسهلا بك. استاذ علي، فنانين صاعدين من الشباب موهوبين، نفرح بوجودكم داخل مدينه الموصل وتنهضون بواقع الموسيقى والفن والغناء والطرب. اهلا وسهلا بكم، سعيده بتواجدكم. استاذ انور نبدي معك بالاسئله. انا ارحب طبعا، اشكر قناه الموصليه بكادرها والاخراج والاعداد للبرنامج ضيوف الجمعه، واشكر الاستاذ غازي فيصل الصديق الحميم القديم العتيق، واشكر الاخ عمر، واشكر ايضا الجمهور ومشاهدي برنامج ضيوف الجمعة وقناة الموصلية الكرام. شكرا لك والترحيبك الجميل. ونبدأ معك أول سؤال أستاذ أنور، في زمن النزيف وغياب العبرة، كيف تكون الحياة في الصور الفوتوغرافية؟ الصورة الفوتوغرافية بدأت وثيقة، ورسالتها رسالة وثائقية، بعدين انتقلت إلى الجانب الفني، فكل مرحلة من مراحل اللي يعيشها الإنسان لابد أنه يوثقها بأسلوبه الخاص. الصورة جانب من جوانب هذه الأساليب، كما اللوحة التشكيلية وكما الفنون الأخرى. فأكيد المرحلة اللي يمر بها المجتمع والبيئة لازم تعكسها الصورة، والصورة أصدق عاكس للواقع. زين، يعني هسا خلينا نقول أنه أكو جمود بالصور أكثر،
لو اكو خراب بالصور اكثر، لو بعد الحياه مستمره داخل الصور الفوتوغرافيه؟ الصوره الفوتوغرافيه تتعايش مع الزمان والمكان. صورك هسه انت، صوري الشخصيه انور الدرويش، صورك تنبض بالحياه ام في الخراب؟ الخراب جانب من المرحله. نعم. اللي عشتها. نعم. مرحله ما بعد التحرير كان انعكاس الخراب، بس ما قبل التحرير كانت شكل اخر. نعم. بعدين انا اشتغل على عده محاور من التصوير، ما استقل بمحور واحد. نعم. يعني اشتغل حداثه واشتغل تجريد، نوبات اشتغل على اللون، اهتماماتي باللون. نعم. يعني فانتازيا، ما يقتصر العمل الفوتوغرافي على جانب معين اللي هو بس التوثيق. نعم. التوثيق هو جانب وثائقي وفيه نوع من الفن، يعني علاوة على أنه وثائقي أكو وثيقة بس تقدم بشكل فني. يمكن هم حس الفنان التشكيلي يعني إلها دور بالموضوع الصور والفوتوغرافي وهاي الأمور. أكيد تأثير التشكيل على الصورة الفوتوغرافية كان جدا مهم، ولهذا أنا كنت حتى بداياتك تشكيل. نعم. كان فنان تشكيلي. من الطفولة تشكيل، مع أنه أنا من عائلة مع العلم أنت جينيا تكون مصور فوتوغرافي. أي نعم. زين، سؤال أستاذ أنور، لدى الفنان التشكيلي عاملين أساسيين هما اللون والمحتوى والإحساس، ما هي عوامل المصور الفوتوغرافي؟ طبعاً الصورة الفوتوغرافية واللوحة التشكيلية خطين بيناتهم شعرة، لأنه كلاهما يعتمد، اللوحة التشكيلية تعتمد على الأضلاع الأربعة والسطح، والصورة الفوتوغرافية أيضاً تعتمد على الأضلاع الأربعة والسطح. الفنان التشكيلي حاول قدر الإمكان أنه ينطي عمق بهذا السطح من خلال اللون، يعمل منظور لوني، يعني يخلي الألوان الحارة الدافئة أمام ويتدرج بها إلى الألوان الباردة، فيحسس المتلقي بعمق الصورة. المصور الفوتوغرافي أيضاً يتناول هذا الجانب من حيث الواقع، إذا كان موجود كان يكون بالصور مع الطبيعة، أو من حيث المنظور الموجود بالمشهد. احيانا الزقاق بمنظور يحسسنا بالعمق، يحسسنا بالبعد، نحس بالشخص البعيد ونحس بالشخص القريب، هاي المسافه نشعر بها يعني كمتلقي. الازقه والقناطر وهاي المكانات. أيه طبعا. يعني عندك صوره، بعد انه بما انه تكلمنا عن البعد والعمق اللي موجود داخل الصوره سواء لوحه تشكيليه او صوره فوتوغرافيه، عندك صوره من الصور انه طفل واقف داخل قنطره. هو طفلين، اكو صوره فازت بالجائزه الاولى. نعم. كان اكو مسابقه بال92. نعم. نظام المسابقه من كل محافظه يترشحون 3 متسابقين. نعم. طبعا على ضوء معرض يقام وترشح 3 صور او 3 متسابقين من هذا المعرض من المشاركين. نعم. عن كل محافظه، علاوه على بغداد اللي هي بها كارفور صافا اكثر، يعني احتمال 16 او 12 على تعداد السكان. نعم. ونجمع كل هذه المحافظات بحدود 60 او 70 مصور شاب. نعم. كانت مسابقه شبابيه قيمه اتحاد الشباب. نعم. نجمع هذا العدد، والمنهاج مال المسابقه انه احنا نطلع نصور، هم يحددوننا ياخذونا الى مكانات معينه، يحددوننا جدول زمني، مثلا ساعتين نصور بهالمكان، ساعتين بهالمكان، ساعتين بهالمكان، بعدين نرجع احنا نغسل الافلام اسود وابيض كان. نعم. وايضا نرجع نحمض الافلام او نطبع الصور، ونختار صورتين كل متسابق يشارك بهم في معرض. يعني انت تكون مثلا ماخذ فد 10 صور، هو ينطونا فيلم كامل 36 صوره. هذا الفيلم اسود وابيض مؤشر حتى لا يكون اكو تلاعب بالهذي. فعلينا انه نغسله احنا. هون يبدا دور المصور، لانه ما بس التقاط صوره، آلية أو تقنية عمل الصورة، إنتاج الصورة، يعني. نعم. يبدأ من الصفر ولحد ما يخرج الصورة ويكبرها بيده. نعم. أكو غرفة تحميض بها 10 لارجرات، أعتقد 10 أجهزة طبع، هاي 10 ندخل 10 مصورين، كل واحد يختار 10 شريط، يختار صورتين فقط ويكبرهم، وهذول الصورتين يشتركون بالمعرض، وبعدين تترشح صورة من صورة أولى، صورة ثانية، صورة ثالثة من مجمل المشاركات. فكانت الصورة هاي اللي ذكرتيها الفائزة بالجائزة الأولى بهذه المسابقة بال92، قنطرة. نعم. الجان هسه عند دمرت، اللي هي كانوا طفلين
يمشون. الله يرحمه عدنان محمد شيد كان صحفي واعلامي، نزل موضوع كتب عن الصوره في جريده الجمهوريه اعتقد، نعم، وسماها معا الى احضان الضوء. اثنينهم من خلال القنطره، طفل ماسك طفل وعلي يبرون الى الاضاءه، يعني من العتمه الى النور. هي فعلا من نفوت بالقناطر القديمه، يعني ما في انت اذا فيتين هم بها من تفوتون، انت بس تفوت تريد تخلص تصل للضوء انه تطلع من هاي القنطره، تخاف لا تقع، تخاف انه وما بس هاي، حتى انه القصص اللي يقولوها انه هاي قنطرة تجان وهاي كذا، فهاي كلها كانت تخوفنا، فتخلينا بالمناطق القديمه نطلع سريع. عاشت ايدك استاذ انور، ارجع لك باسئلتي. شباب علي واحمد، انتوا اثنينكم عندكم آلة البغلمة، واثنينكم تعزفون كأنها ايد وحدة، يعني حتى ما تطلعون عن النوتة والإيقاع نفس اللاين تمشون، هاي بيها صعوبة؟ لو انتوا يعني ماخذين الطريقة انه خلاص كل من يعوف شغله. والله هي تعتمد على كثافة التدريبات، نعم، وبنفس الوقت يعني هي الموضوع التدريب حيكون تكنيكال اكيد، انه ضغط فلان نغمه فلان نغمه بكذا ريشه، لكن تبقى هي على الاحساس، وتبقى على هي شلون انا راح اقدمها باي طريقه. فانا وعلي صراحه يعني التمسنا انه بيناتنا اكو فت كونكشن كلش حلو، نطيق نطلع بشيء حلو اثنيناتنا، يعني بروحيه واحده مثل ما اقول. انتم اصدقاء، عشان وصلت لهذا الاكتشاف انه انتم متناغمين ممكن تلعبون على نفس الالات بايد وحده؟ يعني هسه انتم مثلا من عاد تعزفون اثنينكم نفس الاله اللي هي البغلمه، صح، بس عاد تعزفون عبالك ايد وحده، ما عاد تطلعون لا عن النوته لا عن الايقاع، فشلون وصلت من هاي الفكره؟ طبعا انا واحمد كثير مرات نلتقي، يعني نتمرن سوا سواء داخل المؤسسة أو خارج المؤسسة، نعم، على أساس وصلنا لهاي المرحلة إنه صرنا توينز، نفس التفكير، نفس إذا أردت أسوي حركة أو حلية معينة هو يفكر بيها فنقوم نسويها، نعم، سوا، فعلى هذا الأساس يعني. أنتم أصدقاء طفولة لو؟ لا لا، يعني أصدقاء حديثين بس قراب من بعض. إنه دائما الصديق مثل الأخ، صح صح، وخاصة إذا يكون من أيام الطفولة، فأنتم حالة شاذة خلينا نقول لكم قاعدة شواذ، إنه أنتم حديثين بس نفس الأفكار متقاربين. صح. من اقترح على الثاني موضوع الموسيقى والبغلمة وندخل، خصوصا اثنينكم طبية أعتقد، فمنو اقترح على الثاني إنه نطب الموسيقى ونبدي نشتغل على هالموضوع وأنا أغني وأنت لا؟ الصحة والهذا شغل، نعم، مسلك تعتمد عليه، بس اما الموسيقى هي شغف ورغبه. انت اقترحت له هو اقترح؟ اثنيناتنا عندنا الرغبه، ماكو اي اقتراح بالموضوع. هي تعتمد بشكل كبير على الحب. نعم. فاي شيء بهذا الكوكب اذا حبيتي اكل، اذا حبيتي تعملين راح يطلع اطيب اكل. العزف يعني والموسيقى. هسه انتم اقنعوني. فجأة مسكت من الآلة، لو واحد قال لله خش شلون صاغت الدعوة بيناتكم؟ هسه شلون يعني هسه استاذ انور انت ما قبل مسكت الكاميرا اكيد من الوالد، ومره مرتين قال لك تعال صور وكذا فصاغت، حتى الرسم الفني التشكيلي، أيوة، مع استاذ شاهين الظاهر تحياتنا له. انا من الطفوله كان هي دعوه، انت لازم اكو كان واحد دعا الله، اكيد واحد يحفز الثاني، دافع ينطي للثاني، بس كل واحد وعنده الشغف اللي بداخله اللي يخليه يستمر ويكمل، يعني هاي الاله مو مجرد شهر وشهرين، هاي عمر كامل تقضي وياها سواء خلاص. هي فكرتي لك، يعني أنا طعيتكم الفكرة وأنتم اشتغلتم عليها، وخلونا نسمع معزوفة من عندكم ما دام أنتم يعني ما تقولون منو اللي قال للثاني نعزف، باعتبار أنه أنتم تيم، فخلاص ما حد يكون بيناتكم، انطونا عيني معزوفة. صح. خذنا حد.
نرجع لكم، خليكم معنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومع أستاذ أنور الدرويش. أستاذ أنور، ما رأيك بتاء التأنيث الساكنة؟ تاء التأنيث الساكنة؟ يعني هذا سؤال لغوي أكثر ما هو. إيش رأيك؟ يعني إحنا ما نشوف العنصر النسوي عندك، يعني تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، فالعنصر النسوي فهو العنصر النسوي لا محل له من الإعراب لديك. ما نشوف لك صور نساء. هو فارض نفسه علينا، تعرفين شلون؟ المجتمع الموصل إحنا بدينا، يعني بدينا من مثلاً نهاية السبعينات، أنا بديته مثلاً، أو بداية الثمانينات. نعم. مجتمع الموصلي مجتمع مغلق محافظ، المرأة نادر ما تطلع على الاستوديو تسحب صورة ملهوية. نعم. فكيف أنا أطيق ألتقط لها صورة يعني فنية أو أتفنن في التقاط صورة للمرأة؟ نعم. زحمي صعب. زين، مع مر السنين والتطور اللي حصل. هذه الفترة الأخيرة. أنت مقل. مقل جداً، إيه أنا ما. يعني ما عندك بصورك وجوه النساء. دخلك إن شاء الله. أنا من النوع اللي أنطي حقائق الأمور أو أصور بواقعية جداً. وأبالغ بالواقعية. بحيث أظهر كل التفاصيل. المرأة ما ترضى بكل التفاصيل. تغيد التفاصيل اللي تعجبها وتحجب التفاصيل اللي ما تعجبها. أنا هذا الجانب ما يعجبني. أنا يعجبني أنه أظهر الحقائق بالصورة الفوتوغرافية. ولهذا أبحث عن التصوير بالأسود وأبيض، وأبحث عن الوجوه اللي بيها لمحة فنية، اللي بيها تحتوي يمكن على التجاعيد أكثر مما تكون، اللي بيها ملامح الزمن مؤثرة. أنت دائما تركز بالوجوه مالتك أنه يكون التجاعيد دائما متوفرة، يعني حتى صورتك قد ما تكون عميقة تبين كل تجعيدة بالوجه. مرحلة هذه التجاعيد تسجلها تاريخ هذا الرجل، هذا الإنسان اللي هو مر بمرحلة مراحل، كل الأحداث وكل المراحل اللي مر بها تسجلت من خلال تجاعيد. مثل ما توثقين أنت بورقة وقلم، هو وجهه يوثق التاريخ. هي الرجال تقبل، النساء تريد الفلاتر، فاعتيادي أنت تعتبر ممن يجب الابتعاد عنهم 100 كيلومتر. أستاذ، أنت من يمر على الخراب في المدينة ويلتقط له الصور، ماذا ظهر لك في ظلال تلك الصور؟ حقيقة الخراب بينه جمال ايضا، ماكو شيء ما بينه جمال، ماكو لمحة، يعني كل شيء بالواقع بيه لمحة جميلة ولمحة غير جميلة. نعم. انا ابحث عن الشكل اللي ينطيني دلالات المكان ودلالات الحدث، بالاضافة الى انه ينطيني رؤيتي الفنية من خلال هذا الشكل. فانا احاول قدر الامكان انه اجسد واقعيا مع لمحة فنية، حتى يعني العمل ما يصير وثائقي أو توثيقي محصور بزاوية التوثيق. ما تحكي الظلال بصورك؟ أكيد الظل، الصورة تعتمد، يعني إحنا حكينا على العمق قبل شوية. نعم. العمق أيضا موجود بالظل والضوء، الانعكاس هذا الكونتراست يخلق عمق. أنت من تحب، يعني هسا أكو مثل مصورين يحب يأخذ الظلال مال الصور، يعني يمكن يركز عليها أكثر، يشوفها عتعبر أكثر، أو مثلاً لا يحب أنه هو على الصورة نفسه يجسد حالة تكون واقعية ويعرضها. لا، أنا أعتبر أنه كل ما أخذ حيز الظلال، أخذت حيز من الكادر المستطيل، أخذت حيز واسع، أنطت قيمة أكثر للبقع الضوئية. صح. أنطت قيمة أكثر ونصاعة أكثر للبقع الضوئية. صح. يعني من أحصر البقعة الضوئية بكادر معتم، هاي البقعة راح تنطي أهمية أكثر ودلالة أكثر، وتصيغ المركز، رؤيتي تصيغ وين؟ روح قبل على البقعة، روح مباشرة على المركز اللي أنا أريد أوصله للمتلقي، فالمتلقي ما يدحق على الصورة، يدحق على المركز. فعلا يعني هي أنت تشوف دائما المصورين من يعرضون صور بالجام، يعني حتى احنا صغار من كنا نمر على الاستوديو نشوف، أول ما ندحق أنه ظل الصورة
يعني الفكر انه اكو ظل، شنو الظل راح يطلع نفس الصورة ام عكسه؟ مرات الظل يعكس عكس الصورة يكون، ما نفس واقع هي بالضبط بوزيتيف ونيجاتيف. زين استاذ انور، شنو رأيك بالتطور اللي حاصل بالذكاء الاصطناعي واستخدامه؟ يعني احنا نعرف كل شيء يبدا بصوره، انه انت تبدي تكونه حتى كفكره صوت تسمعه، انه تبدي تشكل الصوره داخل دماغك او يعني او الرسمه اللي ترسمها. فالذكاء الاصطناعي هسه له حيز كبير ودخل بهاي المجام يعني بالفنون كلها تقريبا، الموسيقى التصوير، اكثر تاثير على التصوير. التصوير شنو رايك بهذا؟ حقيقه انا يعني مؤمن ايمان مطلق. نعم. لأنه لا يمكن للتقنية أن تأخذ مساحة من مساحة الإحساس عند الإنسان. نعم. الإحساس يعني مسألة مطلقة، أي تقنية ما ممكن تصل لمرحلة الحس. نعم. لأن الحس مسألة محسوسة وغير ملموسة. نعم. التقنية تتعامل مع الملموس، تتعامل مع الشيء اللي يعني تطيق تتصرف بينه، بس الإحساس ما تصل له التقنية، ولهذا الفنان يبقى. نعم. يبقى على هذه الركيزة اللي هي الإحساس. إذا انعدم الإحساس عند الفنان فانتهت. أنا معك أنه التقنية راح تتغلب على والذكاء الصناعي راح يتغلب على الإنسان، بس ما دام أكو إحساس عند الإنسان التقنية ما تصل. عشت أستاذ أنور نفس السؤال، رأيكم بالذكاء الاصطناعي وتأثيره على الآلات الموسيقية؟ يعني خصوصا هسه ممكن احنا نسوي فد دوبلاج، فد تركيب، فد قطع ولصق، يعني هاي كلها ممكن هسه موضوع الذكاء الاصطناعي وبالاجهزه الالكترونيه ممكن كل شيء نعمل. انتم شلون تلاحظون تاثيره عليكم كفنانين موسيقيين او حتى كمطربين يعني بالصوت؟ والله انا اشوف الذكاء الاصطناعي هو عباره عن اداه تكميليه للشيء. نعم. اللي احنا راح نقوم به. نعم. يعني هو اوكي حاليا الذكاء الاصطناعي يعمل شغلات يعني ممكن البشر او يعني بقدرات اعلى من قدرات البشر يعملها، لكن بالتالي راح يبقى هو اداه تكميليه. يعني انا اليوم مثلا اذا عندي فد مقطوعه في راسي. نعم. واغيد مثلا اعملها ارتب. نعم. عليها اكو يعني راح ارتب عليها انا واعزفها واسجلها. نعم. بالمقابل ممكن اضيف له شغلات هي ما موجوده، مثلا انا ما عازف كمان لكن احتاج كمان. نعم. ممكن اضيف كمان عليه من خلال الذكاء الاصطناعي، واكيد هو راح يعمل الايقاع ويرتبه، فيعتبر هو اداه تكميليه. زين انتم ما تتخوفون يعني هسه مثلا علي انت كمطرب ما تتخوف انه في يوم من الايام مثلا الذكاء الاصطناعي ياخذ هذا المجال يلعب على اوتار الصوت، ما يطلع صوتك الحقيقي؟ يعني هم مشكله اذا ما يطلع الصوت الحقيقي النيجاتيف ماله، ما بس انت نشوفك بالبوزيتيف. ف انت ايش رايك علي؟ يعني طبعا الموضوع شويه ينطي نوعا من انه مخيف نوعا ما من ناحيه مقلق، هم يقلقك قلق بالضبط. نعم. فانه الواحد يتعب ويتمرن حتى يوصل مرحله معينه بالضبط. يجي انسان بلحظه معينه يطلع المقطع اللي يطلع. بس اني اتفق مع الاستاذ، اقول ما راح يقدر ياخذ دور الواقعيه اللي نسويها احنا بالفن هذا. زين استاذ انوار، استاذ احمد، استاذ علي، انتم تقولون ما ممكن الذكاء الاصطناعي ياخذ الحيز اللي ممكن احنا ناخذه، اللي احنا نشوفه بينه العفو اللي هو الاحساس والروح. بس التطور والتدخل يعني دخول الالات بمجال المعامل لغت الايدي العامله. هسه الالات كلها هي الماخذه هاي الادوار، انه ان البطاله زادت فاخذ يعني اخذ حيز. طبعا ياخذ حيز، ممكن الذكاء التقني عملي يدوي. نعم. تقني مكننه. بس حس ما ياخذه ما ممكن. بالنسبه لي يعني كشيء اللي قاعد اشتغل عليه هو كالات. نعم. الفرق بين انه اله تصنع لي. نعم. اله موسيقية وبين شخص يعمل لي آلة موسيقية فرق كلش كبير. نعم. الآلة المعمل أو كان الذكاء الاصطناعي مثل ما تفضلتي. نعم. مجرد أنا راح أعطينه أبعاد. نعم. بهاي الأبعاد يقص ويعمل ويسنفر وهاي الأمور، لكن تبقى لمسة البشر لازم تكون موجودة. نعم. يعني من البشر يعمل الآلة. نعم. راح يعملها بروحيته هو، وراح يضيف له فد شغلات الآلة ما راح تضيفها. الآلة مجرد تنطيها أرقام تمشي على أرقام. صح. لكن الإنسان لا، ما يمشي على هاي الأرقام. نعم. يمشي على 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 إذنه، يمشي على روحيته اللي راح يخليها بالآلة. صح. بالضبط. نفس الشيء بالضبط. العفو. نعم. مثل ما تفضل يعني الأعمال النحتية
ممكن ترشحين عمل نحتي مشغول بيدوي. نعم. نفس هذا العمل يعملون قوالب علينا. نعم. مستحيل مستحيل هذا القالب يصير أو ينقل نفس الإحساس للمتلقي مثل ما العمل اليدوي واللي اشتغله الفنان بإحساسه. عاشت إيدك. معلم نفس الشيء طبعاً قالب راح يشتغله بس هذا الإحساس عملية تواصل ما بين روحية الفنان والمتلقي. يعني هي مثل خلينا نقول إنه ربة البيت تسوي فد شغلة ما مثل من اللي تجيبه جاهزة من برا يعني خلاص هاي مبيني له إيش قد ما تكون طيبة مبيني هاي إنه جايبتها من برا البيت وهي إيش قد ما تفننت بيها ببساطتها بإمكانياتها تحس بيها طعم حتى أهل البيت يعني تغشع مثل الأولاد الزوج أو الأب والأخ عاشتيتك طيبة هاي بس إذا هاي إلا يطلعون مثل لولا أو إنه يتخوفون لا ما نظيفة فهي يمكن نفس الفكرة. زين علي أنت مع هالطبي؟ وأحمد أنت كلية التمريض ومصمم جرافيك شنو علاقة الطب والمهنة الطبية بالموسيقى والغناء؟ علاقتها يعني إنسانية أنه الموسيقى تنمي روح الإنسان وتطوره يعني توصل مراحل من الشغف بالضبط فنفس الشيء لما تتعامل ويا المريض او الشخص اللي يحتاجك تتعامل وياه بانسانيه اشوف علاقه بيناتهم ينمي روح الانسان الموسيقى علاقه انسانيه انت احمد والله احنا كدورنا يعني ان شاء الله بالمستقبل ان شاء الله انه احنا راح نعالج مرضى ان شاء الله نفس الوقت الاله تعالج ايضا مرضى الروح الموسيقى تعتبر هي يعني انا سمعته شخص قال هي الوايت ماجيك السحر الابيض يعني ممكن بنغمه موسيقيه تخليك تفرحين ممكن بنغمه موسيقيه تخليك تحزنين تغير المود طالعك من كامل. المود فعلا وحاليا يعني انا حسب ما اسمع وحسب ما اغشع انه بالبحوث اللي اغشع بسبب يعني على الموسيقى نعم. انه حاليا اكو علاج بالموسيقى علاج نفسي على فكره هذا من زمان يعني مستشفى ابن البيطار يمكن استاذ انت تعرف ببغداد اي نعم كامبينو هذا كامبينو موضوع انه هو دراسه عن الموسيقى يعني هذا الموضوع أكثر طرف له ذكرني فيه قبل شهر تقريبا تحاكيت مع صديق نعم. فاروق الدباغ نعم. ساكن بالسويد ويعني مقيم بالسويد نعم. ويشتغل أيضا على برامج معينة فكان دخل دورة لمدة معينة بالسويد نعم. على كيفية علاج الحالات النفسية بالفنون نعم. ما يقتصر طبعا الموضوع على التصوير نعم. على بالفنون بشكل عام على الموسيقى نعم. على الرسم وجاب لي أمثلة أنه يعني كان الاختبار رسم طفلته كانت غير جريعة عنده بنت صغيرة ما عنده جرأة متقولبة وكذا فأعطاها جرأة مقام يرسم على وجهه شكل نمر وشكل كذا أنه هاي ممكن تغيرت حالتها النفسية بالضبط جدا وصار عنده جرأة وصار عنده كذا طاها طور يعني أنه دافع هي تكون تحس بنفسها أنه هي يعني قوية أو كذا مواصفات النمر انعكست عليها فصار تأثير نفسي عليها جدا قوي يقول وهذه كانت كان الاختبار مالي بالدورة كانت يعني النتيجة بعد ما انتهت الدورة كل من ينهي الدورة نعم. يقدم فقد نموذج من أعماله حتى يغشى على الله فأنا عالجت طفلتي اللي كانت انطوائية نوعا ما بهذا الفن يمكن هي حتى إذا نرجع عليها على مر التاريخ ابن الهيثم وغيرهم من طبعاً. العلماء كانوا يستخدمون الموسيقى يعني علاج. لتخدير الشخص ولتغيير الزرياب ولتغيير مزاجيته يعني نفسيا إنه أنت بالموسيقى ممكن تدخله المود اللي هو الستريس والضغط وممكن انه انت تطلع على الهابي فاين يعني انه هو يكون فد يعني تحسه تغير يعني 180 درجة المود مالته فهسا انتم غيرونا المود مالتنا راح نغير لكم المود ان شاء الله بما ان احنا على قناة الموصلية بالموصل نعم فراح نطرق شوية للمصلاويات اللي هي ارثنا وتراثنا وان شاء الله اللي ما ننسانه ونحاول دائما نذكره بأي محفل كان سواء على المستوى المحلي أو على أي مكان في الدولة يلا عيني نسمع دخيل الله ولا تقولوا سعادك ما تيجي
وعد وما مدوش عيني وعاشت الإيدين. ناخذ تقرير ونرجع، تقرير ونرجع لكم، خليكم معانا. دكتورة نهاد عبد الوهاب محمد، تدريسية وأكاديمية وباحثة ودكتورة صيدلة، وإن كنت أنا دكتورة صيدلة، واليوم مشروعنا هو مطعم مطبخ بيت أمي. حقيقة هذا المطعم ما مثل باقي المطاعم، يعني اللي يجي ما راح يفكر، يعني بالإضافة إلى أنه راح نحاول أنه نعطي صورة مضيئة للمطبخ الموصلي، الأكل التراث الموصلي، سواء الأهل الموصل، خارج الموصل، وحتى خارج العراق. وأيضا اللي يدخل للمطعم أول على اليمين راح يخشع رفقا بالقوارير. حقيقة يمكن أنا كنت أرعى الأيتام أيضا، ومؤخرا يعني قبل فترة أيضا توجهت إلى رعاية النساء المتعففات، بغض النظر عن المسميات، بس هي امرأة متعففة. من خلال تواصلي مع أحد النساء ومن رحت شفت بيوتهم، بصراحة الحقيقة كان لازم أكون هناك وقفة واتخاذ قرار سريع لانتشال هذول العوائل، اللي هو أساس البيت. أنا باعتبار أنا أم أيضا وامرأة، الأم هي عماد البيت بالإضافة إلى الرجل طبعا. فإذا ما كان الرجل موجود فمعناته البيت كله صار على أكتاف المرأة. بدل ما أنا أساعدهم رواتب ما مجزية صراحة وما تفي بالغرض، لا، أعمل لهم مشروع، مشروع استثماري وبنفس الوقت مشروع يدر عليهم. أنا حتى هذا المطعم إن شاء الله أحوله مؤسسة إدارية، يعني أكو بصمة، أكو ضمان اجتماعي إن شاء الله راح أسعى. وحتى تواصلت مع الفندقة والسياحة، البنات اللي خريجات فندقة وسياحة يجون فرصة تدريب أيضا وفرصة عمل لهم.
المشروع هذا بالحقيقة هو الله الشاهد إنه هو لرعاية الأرامل والأرملة والمتعففة، هاي كلهم وراءهم عوائل، يعني حتى اليتيمة أيضا هي أيضا عترعى عائلتها. لا لا، هذا دعم، ماكو أي دعم، لا مؤسسة ولا منظمة، هذا أيضا عمل شخصي بحت 100%. أستاذ أنور، طبياً عند التقدم في العمر يجب أن تحافظ على قواعد حتى تبقى في إطار الصحة السليمة، اللي هي الرياضة، الأكل الصحي، الالتزام بالأدوية لا سامح الله إذا أكو إنه موضوع تأخذ علاجات. بهذا التقدم الحاصل بالتكنولوجيا واللي صاير بالتصوير، إنه ممكن ما نستخدم الكاميرا، ممكن الموبايل، ممكن ندخل فد برامج هي تساعدنا على التصوير، شنو هي إجراءاتك الوقائية حتى تبقى محافظ على اسم أنور الدرويش في عالم التصوير؟ حقيقة كل هذه التقنيات هي أدوات مساعدة ومسخرة بيد الفنان. نعم. طالما أنه أجدت استخدام. نعم. فأنا محافظ على كوني فنان مثلا. نعم. إذا امتلكت الحس مثل ما قلنا، امتلكت الرؤية، ويعني صار عندي إلمام باستخدام وتوظيف التقنية بما يساعد على إنتاج منجز فني ناجح يرضي طموحي وأيضا يقدم رسالة للجمهور. يمكن أنت هم ماشي على خطى مراد الداغستاني، يعني هو كان كلاسيكي بس بنفس الوقت دائما عنده محدث، يعني مطور يتابع التطور اللي يصير على مر الزمان. مراد الداغستاني. نعم. فنان الحداثة في زمن الكلاسيكي. نعم. مراد الداغستاني استفاد من التقنية اللي بأوروبا، وكان رجل كان متابع جدا أول بأول بهذاك الوقت، يعني بالخمسينات والستينات. نعم. كان متابع لكل ما يستجد في عالم التصوير بأوروبا، وكان يحضر معارض كثيرة بأوروبا، وكان يشارك في أوروبا ويعمل معارض في أوروبا، فكان متابع، ولهذا وظف بالإضافة إلى هذا علاقته القوية جدا مع الفنانين التشكيليين. نعم. اللي جو من أوروبا. نعم. يعني ومن مصر أيضا جو. نعم. يعني مثل راكان دبدوب وضرار قدو. نعم. نجيب يونس، وكان هشام سيدان الله يرحمه، علاقتهم قوية به، فلهذا وظف حتى المدارس التشكيلية في عالم التصوير، في التصوير الفوتوغرافي بفضل خبرته وتجاربه بغرفة الطبع. وأيضا يعني أنا أراك على خطى، هل ترى نفسك في هذه الخطى؟ 90% إذا ما أقول كل مصورين العراق متأثرين تأثر في مراد أنور الدرويش، متأثر في مراد الداغستاني، متأثرين لا شك، لأنه كل المشاهدات اللي تمر على عيوننا تأثر شئنا ما بينه، بس شلون نوظفه أو نستثمره ونطلع بشيء جديد. نعم. هذا المهم، أنا أحاول قدر الإمكان. نعم. أنه أضيف، أنا أساسي من مدينتي. أنت مواكب التطور اللي دا يصير بهسه بالتكنولوجيا الموجودة من خلال الكاميرات والتصوير والبرامج اللي دا تدخل. طبعا دور كبير، طبعا أداة مساعدة هذه على يعني على تقديم شيء أفضل. مراد كان على التقنية اللي هو بيها كان يطور. زين، سؤال سريع، إجابة سريعة، أستاذ أنور كاميرتك الأولى ماذا كانت؟ والله أنا يعني ما أتذكر كاميرا أولى، لأنه أنا كنت بغرفة يعني بالاستوديو مع الوالد. نعم. فالكاميرا الصندوق الخشبية اللي بالاستوديو قبل ما أطلع الشارع وأصور بالشارع. نعم. أتعلمت عليها، الكاميرا اللي بالاستوديو هاي الخشبية والصندوق، والدي كان يعلمني عليها يعني فترات
حتى ما كان نطيق نصله يعني، يخلي لنا صندوق او يخلي لنا شيء نقف عليه ويعلمنا شلون نسلط اضاءه وكذا. كاميرتك الان ما هي؟ كاميرتي الان نيكون. من الاجود؟ الاجود التقنيه وصلت لها سوني اكثر. بس الامكانيات الماديه تحكم. بس يمكن الافضل معنويا هي الكاميرا الصندوقيه الخشبيه. هذيك كل شيء كان بيدنا نشتغله، كل شيء يعني كان يعني، ويمكن لها روح يعني روح مثل ما يعني قلنا الاحساس والروح انه انت التقنيات اللي تجي يعني حتى الصوره الديجيتال تحسها بارده الصوره اللي كنا نطبعها بيدنا ونحمضها بيدنا تحسها بها ونعطيها الاضاءه بيدنا ونعطيها كلها كانت يعني عباره عن تعتبر من صور الخريف اللي تكون يعني لا هي مزهره لا هي متعبه. تمام. فيمكن هكذا تكون. عاشت ايدك استاذ انور. عيني شباب سؤال، بدايتكم جيتم على اهلكم قلت لهم احنا راح نصير موسيقيين من طبيين راح نشتغل موضوع الموسيقى، احكي لي الرياكشنات مال الاهل شلون طلعت معاكم. نبدي بيك علي. يعني بصراحه شجعوا جيد يعني لحد ما شجعوا جيد مو كل تشجيع بس المهم تقبلوا الفكره يعني الرياكشن كان هيك ابتسامه خجوله الموجي هذا ايه هي ابتسامه خجوله. منو عارضك؟ مع العلم انا شفته باللقاءات يعني ضيوف عندي اول ما يبدي يقول امي شجعتني الاب يكون إنه معارض انه يعني مو معارضه قويه انه بس انه الفكره ما حبته دائما الام تكون المجتمع وطبعا رون سايد مع الولد تغيده بالصوره اللي هي رسمته. احمد انت؟ والله انا نوعا ما مستقل يعني قراراتي. نعم. والأهل ما يتدخلون بأي قرار أنا أتخذه. نعم. خصوصاً إذا كان قرار ما بينه أي أخطاء تضرني أو تضر العائلة. فسو يعني أخذت القرار بنفسي. نعم. وأيضاً قلت لك عن حب فما أكو أحد عارضني بالعكس يعني رشيت أنه مثلاً الوالد يومين أحمد تعال شوي أم كلثوم هاي الأمور. شجع. إيه فبالبيت الأطفال مرات يعني اقعد اتمرن احمد اعمل لنا هاي الشغله فارتب لهم هي وعزت لهم هي فاعطيهم نوعا ما شويه حركه بالبيت. يعني هسه مثلا انتم بما انه اهلكم ما رافضين انتم داخل فرقه قليته. نعم. قليته ما رفضوا دخولكم هاي الفرقه؟ لا. لو طلب منكم الغناء في مطاعم عائليه او كافيهات تحسون اهلكم يبقى انت مستقل ويبقى الرياكشن؟ اكيد الاستقلال موجود يعني النتيجة احنا عمرنا مو صغير ممكن يتقبلون هذا العمل انه انت راح تشتغل في هذا المكان بالنسبة لي وبالنسبة لهم ممكن يتقبلون مبادئ معينة اشتغل على اساس مو بالضرورة اهلي ما يقبلون احتمال اني ما اقبل او انت يعني هذا كباب رزق مرات نكون مجبورين يعني استاذ انور انت ادرى مني بالمواضيع ممكن تكون مجبر انه انت تشتغل بضمن اختصاصك مسألة انا يعني ساعتيني لي تحديدا. نعم. أنا أعتقد أنه متى ما أصبح العمل الفني بينه مادة سقطت الروحية الفنية منه صار يعني عمل تجاري كشباب. فما أعتبر يعني هسه هي كشباب أستاذ أنور عمل تجاري ما فني إذن هي هسه كشباب ممكن أنه مثلا موضوع المادة أو يحتاجون إنتاج عمل يعني إن شاء الله يا ربي أشوفكم بأكبر عمل فني موجود بالموصل فممكن يعني تدخلون هاي المجالات فالأهل تتقبل هذا الموضوع باعتبار أنت دولة مستقلة وأنت عندك رياكشنات جميلة. هسا احنا وصلنا قبل نهاية حلقتنا الفقرات اللي متابع البرنامج غح يعرف فقراتي بس استبدلنا انه صندوق الحجابات بفانوس الأمنيات والرسالة إليك أستاذ أنور الدرويش ونبدي معاك. أستاذ أنور جتك رسالة بيت ساعي البريد لك الحق أنه أنت ترفض الرسالة ولك الحق أنه أنت تقبل تفتحها بس إذا فتحت الرسالة لازم نقرأ المحتوى مالتها وملزم تنطيني الإجابة عليها وإذا ما تحب أصلاً ما نفتحها ولا أنا ولا أنت ما نعرف اللي بيها فلك حرية الاختيار. هي أبداً مو ممكن يكون صعب يعني أوكي ما في مشكلة. أستاذ أنور ألقي نظرة حتى أقرأ الرسالة أنا. هاي بالاسم جدتك يعني انا اشوف منها يعني ما شاء الله عليها الرساله حتى نلحق نجاوب لان هاي الظاهر اجابتها اوكي هي مطوله اجابتها عاديه عيني بعد التحيه والسلام استاذ انور الدرويش تحيه طيبه
قبل ما حدث للمدينة من خراب وتدمير كانت المدينة القديمة واضحة بمعالمها وتراثها، الحمامات، الإيوانات، الأبواب الخشبية وجامع النوري، وكل ما يخص هذه المدينة من تراث ومعالم أثرية كان موجود. لكن أنتم كفئة الفنانين من مسرحيين ومصورين وفنانين تشكيليين وموسيقيين لم تأخذوا هذا التراث على محمل الجد سابقا، لكن ما لوحظ أيضا بعد التحرير أنكم كفئة فنية أصبح هوسكم هو المدينة القديمة، فترى الشباك، الباب، عمود منارة الحدبة، حتى المسمار أصبح له قيمة. هل اهتمامكم كفئة فنية هو من أجل الشو العرض أم من أجل الوصول إلى المجلات العالمية، أم هو استغلال قضية مدينة، أم من أجل المال والشهرة معا، أم هو حسرة على ما هدم؟ مع تحيات المرسل مجهول، والبعض وليس الكل. الحقيقة من قبل 2014، نعم، يعني من 2003 إلى 2014 هذه المرحلة كانت مرحلة أمنية ضيقة الخناق على المطور، وما كان ممكن نتحرك بيدنا الكاميرات، الكاميرا كانت عبارة عن سلاح متنقل. نعم. هاي وحدة. ثانيا البيوت الموصلية مغلقة، كل المعالم الموصلية مغلقة. ما بعد اللي حصل أصبحت مباحة للجميع، المدينة تعرضت أمام كل العدسات وكل الناس. نعم. فصارت فرصة للمصورين، أنه أولا كان عندهم تعطش ما كانوا يطيقون يصورون. نعم. فصارت فرصة أنه يعوضون هذا النقص اللي كانوا يعانون منه من قبل، من 2003 لغايه 2014. ما كان يعني ما كان الصوج من المصور او من الفنان. نعم. الصوج كان الظروف هي اللي خانقته. نعم. فتحرك ما بعد 2018 يعني بعد نرجع نقول انه هو موضوع كان الخناق، تضييق الخناق الامني على الفنانين بصوره عامه. انا كنت اصور، انت ذكرتي المسمار. نعم. انا كنت بالبيت، هاي الكاميرا اعشقها، ما اطيق اطلع باب الحوش، فاصور الشخط اللي بالحائط او الفطر اللي بالحائط، المسمار، الشباك، التيل، المي اذا رطوبه نزلت، كل هاي الامور كنت اصورها حتى اعوض النقص اللي ما اطيق اصوره. عاشت ايدك على الاجابه، بس احنا ما ننكرهم، اكو استغلوا هذا الوضع من اجل نهوض بالمدينه ماديا، لا اكثر ولا اقل، باستثناء الفنانين الجيدين. أمنية، فانوس الأمنيات، لو امتلكت هذا الفانوس ايش راح تكون أمنيتك؟ أكون مطمئن بحياتي إن شاء الله. أحمد، أنت؟ أنه يحل السلام على هاي الأرض. باستثناء السلام؟ باستثناء السلام أيضا، يعني هذا ما ممكن. والله هي صراحة يعني أمنية دائما أقولها في أكثر من مكان، أقول أتمنى أنه السلام يعم في الأرض. فهذا يعني ما الأرض ممكن. أنطيني أمنية شخصية سريعة. الأمنية الشخصية السريعة يعني أتمنى أنه مستقبل يكون جيد جدا إن شاء الله. يا ربي أشوفكم أحسن فنانين واصلين للعالمية، وألتقيكم مرة ثانية تكونون تمتلكون ما تمتلكون من الخبرة والإنتاجات. أستاذ أنور، شكرا لك ولحضورك، سعيدة بتواجدك، أضفت لي والبرنامجي، شكرا جزيلا. أحمد وعلي، شكرا لكم ولحضوركم، أضفت من لي وأضفت من البرنامجي، سعيدة بتواجدكم معي. وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، حلقة جديدة وضيوف جداد، في أمان الله.